دولا إن دولا أرنتيادو وإيسال دقي لأدهي مدو آدو دير أو حالة ديادو مرول بوي إركي إسكوسي شريري سا إن صدن سنة أو دبعت أن كوشرني أو أنو عدو لدقا لميني تكري إيدي أيهو قامين أيين با دادك ديغانك إيا شعاكوبا وحاي نبادك أهايان حق قبيلة دا إيا دادك إياغو سلدقا إيا تولكي إيهل كان أدو داكتا وأين الدجال قبيل لحمرن إنتي أي لبعت ذو كشرتي ذو كان ولبك التاجر وكلية وها ميت قوة شهر تكريجي يعدي هو جامينين يضد كديجان كيهلج كي كسعدي لكن ما أنت أما سبده كي كدي لبعت ضب لها أما يضد كشعب استلية ويسون ونقدر وحين مركز وقبنا هنا بالحالة دو هدمان تا كسو شيء اللي ما عطاش ويسو للسعودي إن حالة كتاجد قبل كدوله إن ما هد هدي أنا مقلس برنامج كقرال سوق ناد كتير تام في ليا أو عد نلس عط يعني استغ أيه نصير لي فوق سوق قبنا دونا سيب الوحي الله كعوان ايان ايه كسوكر لي ديغانك او سوحو وقالو ايهي اي انو وسو قد بيو انغونا اينو اوغان بالحالة دي ادن بيهي ايه ديغانك كالسعودي اما قارها انقو بلك دولو للكو دن ماها لكن واميشا حد ايبكو كتاقن ايهي واقو بلك دولو ما هذا اللوغو ما هي إلا ايه حد دينو وينان حقا بينو بسوق بانينا أديات بانيدين سلامينا داوديال وحاكلون أيغانا إن مدودي قدن بيسي أركي أضياش أو باقق ديرهيي إن لوكي أما ديغانكي سو ماريدا إن أو يو قبلادا أو لنكا هدليي إن وباقق بادون أيغونا بانانك كسو بحي أو دليا را هدهي تاي سحفين هدهي تاي إن هدا أيا نوسو قبريا ماحد أو يسو إن الله سو قري دونا برنامج ماحد وانكو سو دلي السومات دي قبصو مياشا يارا استلاو دي قوصو بحس كليك كاسي مركاس لايف باد برنامج قوصو قليساي حالة دولة مركا ويوم كاسي دريسي وايدي قدن بيهي ما ايانا هاين ميد سهلا واقصان هنا ما السلام عليكم وعليكم السلام ما هذا وصيتي عمان كوما قلينا سودو ورال ماندو هاي ورال آتاك ما حسنت هاي أدري كان ديت مريضي ولا راح صام عليه ده تحريات الشعل أو السلام هيا أدي أنا وما صمت ولا أدبن كذا ما علني إن أنا جونا برنامج كنا ما تقيب كتهي أو لا صاحي ديت مريضي مدي إن ما إن ورين بالسود هو حالة كور أبحي الحمد لله ولا لا أدبن ما صمت عليه ولا الحالة سادوك تهيبا لماذا سنة ودن بيسان حلق سنة بيبارك ودن بيينا قبل كدولو دباعتون باكا سعتي كل بسانة ومغانا يسا سعادة لسا عطان باعت كدرك سنتين اياد لي ام باكل سبقو ومعكار لينا افرت سبقو عمشان تسبقو ودن بيسينا تاقني ولا الحالة سباوي اياد ياد بان مهدو مركل كوما تعلينا يا حالة دا قبل كدولو سعادن كي سنة ودن بيسي قبل كدولو دقال بيلت كمين اتشرين كما شاكين كرة تاريخي هوري وحاكا لو ايادنا تدحي سنة ادن بيسي قوبل كدولار لبعطو ادو حو قنبا كجد ديالها استيلادة ايو دقالادة كسر لابادي اسبوع عمال صدحي اسبوعي ادن بيسي محاسو كرلي او كعسو وحي ورا لقاد بعد ما حدسانتهاي قوبل كدولار واصح وصادو شاكي صدن كسنة ادن بيسي كما تشيرين يا دوما لما واحد على قبيلات وكما تشيرن خاصة دكتور هذا اللي بعتوا تحت عنه وأمريكا الكويت واللي بعتوا تحت مرته حاجة عندها تفهمنا وراء أمور جود تشيرن تاريخها وأمريكا الكويت واللي بعتوا تحت مرته ومركا وحاوي وهو ما يسببين حكومة هذا الشرطة وحيدوك كان سبب لي بتوع اللي بعتوا على الصعيد كشقي سبيه ولا أريد أن
maalada waxaan ka dareensanahay wixii soo dhacay ee u dambeeyay een ee saddexdii sano socday dib aad ugu noqon mayno inay dadku isla deganaayeen inay isdileen oo dagaal dhex maray in baraagooyin iyo tuulooyin la isku qabsaday agta la mariyey inay dadka shacabku uu dilkoodii iyo dagaalkiisii laba jibaarmay hadda waqtigan xaaliga intaana dowladdu waa ay ku dhex jirtay waxaa kaloo iyagana dhinacooda aan doorkooda qaadanay odayaasha deegaanka intaasoo dhan waxay ahayd mid aynu la soconnay oo dadku ay si toosa ula socdeen bal asbuucyadii u dambeysay xaggee wax marayaan waxay walaal aad baad u mahadsan tahay sababtaba waa sax dhibaatooyinkaas way jireen June 2023, 20 June baa dhibaatadan dhacday ka bilaabatay meesha la Daarussalaam rag baraagasaynhayo oo toddoba saddex ka midna ay dhibaatay afar dhaawacantay dhibaatada Soomaalika markay bilaabatay sidii bay u taagan tahay dhibaatada Soomaalika markii ay dhacday dadkii wax garadka ay xalin lahaa adduunka qabiiluhu waa istiraan inkastoo ay qabiilkan marka koowaad ay istiraan haddana waxay ahayd wax loo heli karo maalinka dhibku markuu dhacay dadkii wax garadka ay wax sixi lahaa ee salaadiinta waa la xaday labada heerba jeel gudaha loo diray ergooyinka islaamka ahaa ee yimid ummadda daarood lahaa ee kumadanaha ee saaqraha ummadda soomaaliyeed way wada timid halkaas na waa la kala diray ergooyinkii waa la kala diray waxaa la yidhi guryihiina ku noqda dhibkii lama xalin dhibkii sidii u taagan yahay ergooyinkaas marka loo kala diray dadkaas dhulkaas waxay lahaayeen hantin naf iyo maalba waa la burburiyey waa la israaciyey ayagii oo la laayay oo dhibanaa iyo haddana dhulkoodii la burburiyo laga dambeysiyey dhibaatadii marka waxay noqotay waxaan joogsanin oo dhacda oo maxaad walaal halka igu cel xagee la geeyey dadkii dadka marka la qaaday waxaa la geeyey goday goday baa lagu xidhay dadka wax garadka goday bay saddex bilood ku xidhnaayeen maya xagee shacabkii la geeyey marka tuuladii la burburiyey dadka shacabka halkee la geeyey meel la geeyey meesha waa la didiyey waa la cayay ruuxooda meesha dhaadi kartaa aad baan dhulkiisa marka la didiyey dadkaasu muddo hal sano iyo badha ama hal sano iyo sideed bilooda sigista kilomitr bay isu jiraan Daarussalaam iyo meesha la dhaho wardheer ceel biyood waxaa ugu sokeeya Sagarloogube waafdhow iyo Obataaliya wardheer midoo dhan lixdan kilomitr ku jira dadkaasu dad wax iska ahayn dan yara oo soddonka sanaba dambeysay dagaalkii Tigrayga ku socday oo curyaanle oo saboolle oo indhoolle dadkaasu marka intaas iyagoo ka kooban dhulkoodii meel ka aadaan dambeysha Ilaahay dhulku ku beeray dad xoolaleeyaal ay ahaayeen oo heermiya xoolahoodii unbay intaas dhulkaan la joogeen rabal bay meelaha dhigan rabalkana waa laga jeexayay habeen walba dadka labadaas sano dhibaato si toos ah ugu socotay sidii ay ugu socotay meel la geeyay iyo meel loo astayay midna ma jirin waan gartay waa sax weeyaan dhibkaas markii laga soo gudbo dagaalkii ma joogsan shacabkii dagaalkiisii ma joogsanin dowladdii iyo maamulku inay wax kala xaliyaan bay ugu dhex jireen oo ay mar walba dadkan sidii loo kala badbaadin lahaa ugu dambeyn dhacdadii ka dhacday wardheer wixii ka dambeeyey arintii wax xal ama laga gaadin walaal maya wax xal oo hadda la dhihi karo xal baa laga gaadhay baa jirta dadkaasna xal laga gaadhay looguma talagelin dagaalkaas dad 29 qof baa ku dhintay halkaas oo labada beerood biyo ka kooban dadkaas 7 nin oo ka mid ah waxaa dhiliyay nimanka ciidamada iyo booliska ka dhiliyay 22 ka kalena labada shacab iyo labada dad dadkaas 29 ku qof qori watay iyo qof xabad watay iyo qof dagaal ku jiray midna ma jiro dadkaas waxay u dhinteen dulmi iyo dacatiba u dhinteen waxana waxaa astiray iyaga labada qabiil baa astiray waxana nimankan ciidamada abaa diray marka inaba wax xalba labadii saddex isbuuc ugu dambeysay waxaa joogay niman waftiyo oo nin leh garad kulmiye uu hoggaaminayo dadkaas halkaas baa lagu hayay horta 4 isbuuc oo dambeysay 5 isbuuc oo dambeysay dadkaas dhibkii u dambeeyay wardheer ka dhacay qabiilka Ismaaciil ibn Cabde waxaa ku socday xasuuq aan wax la soo koobi karaan weligana wax ka sheekeeya aanan arag baa ku socday oo loo keenay meedaandii qofka 100 jirka iyo gabadha uur kale iyo ilmaha hadda dhashay midna waxaa jira gabadha uur leh oo si loo jirdilahay ee loo dilahay ilmihii inta ka soo dhacay ilmihiina ka saqiiray iyagiina umul raaci baa jira waxaa jira kuwa xidhan oo xaamilooyina waxaa jira kuwa jeelka loo taxaabay waxaa jira odayaal nabadoono oo jeelka ku jira adigu isku soo wada xoreeya qabiilkaas qoraxay bay ku xidhan yihiin goday bay ku xidhan yihiin faafan bay ku xidhan yihiin jarasha wardheer oo dhan baa buuxa santarada iyo degmooyinka oo dhan baa buuxa dadka inta la xidhan mooy inta kale waar bay noqotay hawl kii gashay waxaa jira caruur yar yar oo dhalinyaro intay caarareen waraab aqnay baa jira markay meel ku miideen waraab aqnay baa jira marka dadkaas walaal la dhibaatadii saas ay ugu socotaa inaba wax xal ama wanaaga oo ka jira ma jirto saddexdii isbuuc ee u dambeysay
نل راجرات كلمية يوفت وتاتش اللي قبل كدولة بدك ما الله ياري وحالي لما بدنا ربنا أنا لما ظهر عند حد إنه وحنا لما ذي وح وناك بدي أربعة من هاي بالليل هذا عدنا بدك حرتو مش سكتنا مش تقول ضيال محبيس ويا وحلو يراي أو هيرك بدك مركل اللي نهاي اللي حلاي وضيال بعلى قلا سوحر ولا سوحر قبت قار هاي وما مره أسك عرنا ولا سوحر تي قار بريو هذا المتشري أو محبيس ويا وحلا رهلا قبيل بيد أو الله ضاي متشو قبيل كي عندك متشو وح قبيل كي أو تشو متشو قبيل وح عري أو صومالي قال يا وح حوت كقال يا وح تشرش وكتشروي مركل نبض المركل هذا هو حال الربع ضدك سلادين تا نبض كل جوا نبض صاحب كا دقة كعب الله درا ولو كوب وحاج أبوه أسكري نبض الله درا هي وواحد نقول أسبوعي وان قرتي مركز الأسماء كذا حارض نمك أسكرت هاي إنه عصا إنك جرت كل مية قافردي وتن بدل حسن اللي هذا أو كنا سكت كوا ما شاء سبحان الله دولا دي بعثوا أبوه بدل سوينا يكمل ده بدل يكمل يجين وحال يجي وحرنا هذه كنيك القانون ودوبت كيانتان هذا الشيء سان لبدا هير أو أنا حسناس عندك تيجي عندك كتير لحسناس وده يعيش مع خصب تنا بسوق قتل لبدا هير يا حال يقرأ ولا بيدوبت كيانا قرأ ولا بيدوبت كيانا مرك اللي يلي ليك كود بيا ورد كذا عيب على عيب منك حالا دي كنا دي كذا عيب عيب عند دولة ده السمين سلادين تلودرو اسمان لودرو تذكر إرجوين كحالة لودرو مرك إرجوين كي تلد دي دك حجر كهير كان أنا الحريق أو حالي أضيال محبيس لما ندم كان العقد دوا قلت العقد دوا ما كان كلا قاطع خاصة لو تشوفه يا همين كذي بعد هذا العقد كذي هذا تيو كرا تاجن مرلا بعد مرلا بعد تيو كرا تاجن وحد جرت كمية وضو وتيو كرا مرلا بعد أنا لبلا هير أنا هشيلين بعد ربع ما شاء الله لبلا هير إشوا بعد مسوا قطار بس سنة قدم بس وان شوا هذا الشيء اللي شو قاعد صدق كذا ما هاي مرك أنا صدق ما نم على وقت أنا قري وهاي عدي أغلب صاحب كذا ما أقرأ أما أفسر هالنقطة أما كفوم هذا هالنقطة أما بيش مقابل هالنقطة وحجرت كود أما ذلك دارو الدرس كأه النقطة إن وحقر الصاحب هوش والودي أوكي إن و دم تيك كلا هذا هي الدولة دو إن يحل إن على الدعاء ما يسوع أو سياسيين تي يأضياش ريركا ما سووه أنت ولا السياسيين تي أيها كوكا ضياش ياكل وحرين الله ما أقرأ شو يقول بس أنت وحكى إنه يقاب كل ما يسح معها وعشان تقول بي من حوينها ذلك حسن ظاهر وسيد تشير إنه دونا ساعد ما أنت تقول بس تشري بعد شيء الله تحارب وأنا أضيعه حتى ما بعد ما لقيت سوق مساج وسعد أنت مساج كذا كذا عيب الشري كم ما كحنا قاوع الله وسيد تشير من حوينه هو عفته أول كسلة وأبو وياه من حوين رسالة مسح معهم عبشادي مركي عسكر بالله صدري شال بالله در إذا ده أمر بيرد أصله كلام مركي كتب وهرود همين صدحات بحين مركي سقال كده بعمر صدح ده دم ده وأنت لورد أي بعيدا أنا لا بحاي وأنا ما عسكر ونتي بعدين بيرد جدي أيدنا ما لهم محبوسي فرح قارع ده أنا كقطع فرح قارع جاي لا قبستي أقل كيلو على قريب ذهب كيلو قصد مرة أقل بقى تقول هرود ده أقل كده يا قبل كيلو على قال قاطي عسكر نوع عصو مع أنت أنا هم أنا ها وفهم يروح النوع عيسى أنا هذا قرني ولو دنا أرجوس جينا النوع التكرار كليت وأول على ذلك عكس هذا إن ما ذلك أول على لوح لو ما ترجع ونا جا ما كان لوح لنا لوح على حد كذا عسنت سدر محيط هاي وح على جسر قاعدي إلى حوجار الرادي ضد نك أكاك لو نما كاس وذاك لنا ما دخلنا كيا لنا كافرية كافرية وحنا شنب وحنا رانا الهير كده رهير كان كل حرافي ما دخلنا وحنا كده شوا أيوة عندك أكاك عكس هذا وأنا مركل حنوشيا لدمي dadkana waxa dhameen way tikray ee madaxweynaha waxa dhameen way xukuumadii waxa dhameen wayday ee ministe xayla maryan tii xayla salaase ingiriis intaas aan meesha dhaafay marka qoys Soomaali ah oo maanta ciidankii ee deegaanka iyo dhaqaalaha dalka gacanta u galay oo argoosi oo moodayn xuquuqad qaba oo moodaynay nooc argoosi ayay kula anagu xalba yaa la iimaanaan ogeyn weeyo walaal wax waxa sameeyay in labana wax nabad laga maro محي قلب صدين دمرك أمريكا كي يدي يا وضن كمرتلا كوا إين يدوكوا دي سوا أركان إن أتري سيدو أركتان هاد قلك دلني رأهان يكشعبهان لبعتضن يدولة حقيقة بلاوتي شعب كاسي إن دولة ديجان كدبكود جايس كاركين إلا دولة ملاحظ تهاي ورا الواحد بقى يبت كاس دولة شعب كاس كوا يمان شعب أدل جنورة وناكسنا حدود دير صمان يا مان عشور بحياء
نبات جوانا جدا أشلون صدق كده السنة اللي بيسي تكلم حسوقه هي ويدك كانوا هاي إلا بدك كانوا ضد أمدورة داس أمدورة تكوها أمدورة حليبة كوها جي ما عيلنا هين وحياة